الماراثموس هو كرونيك فورم بياخد وقت طويل عشان يخسر، مفيش حد بيخس في يوم وليله يعني. طبعا it is a chronic form of under nutrition، والمشكله ان انا مقلل في كل مصادر الكالوريز سواء كانت كربوهيدرات ولا فات ولا بروتين. بعيد وركز تاني، والسبب الرئيسي هو ان الام بترضع لبن كميته قليله، سكانتي بريست ميلك زي الام الدكتوره، وهناخد تفاصيل كتير للامهات اللي اللبن بتاعهم قليل، مش شرط يعني تكون دي. لكن كمان ام بتعمل دايليوشن للفورمولا بشكل مبالغ فيه، ما بتحطش كميه باودر كفايه، وبالتالي ما بتديش لابنها لبن، لان اللبن هو البودره مش الميه. وقلنا ان الاطفال دول مناعتهم هتضعف جدا جدا، فلما مناعتهم تضعف يجي لهم انفكشن. الانفكشن بيعمل انوركسيا طبعا، والانفكشن بيعمل لوس للدايريه طبعا، وبالتالي الطفل ده متوقع ان هو يخش في حاجه اسمها فيشيس سيركل ويكمل يخس ويخس ويخس لغايه ما يبقى فول بيكتشر مرضي. انا قلت ان في حاجه ثانيه اسمها نون نيوتريشنال مرضي، ان يكون الطفل عنده مشاكل ثانيه مخليه ما يكبرش. وقلت ما تحطش الحاجات اللي سنها كبير قوي زي الروماتيك هارت ديزيز، حط حاجه الطفل مولود بيها، سواء كان الطفل مولود عنده هارت فيلير، بنشوف كرونيك ليفر سيل فيلير، رينال فيلير، اي فيلير، سيستيك فايبروزس في اللنج، ده مرض مزمن في اللنج بيبوظها خالص، هنعرفه بالتفصيل. التيوبركلوزس مرض بيدمر اللنج طبعا، كلكم عارفين. اني كرونيك ديزيز هتحطه هنا هيبقى صح، بس لازم يكون كرونيك سيستميك ديزيز. وقلت قبل كده يعني ايه سيستميك ديزيز؟ سيستميك ديزيز يعني واخد سيستم، يعني مش النوز، لا واخد اللنج، يعني مش ارتري صغير، لا واخد الهارت، واخد الاورجن الرئيسي في السيستم. الف بقى براحتك. في الاخر هتقولي ان ده اسمه نون نيوتريشنال ريكتس، لكن الريكتس اهم حاجه فيه الكلينيكال بيكتشر. هما ثلاث كلمات ما لهمش رابع. الكلمه الاولانيه ان الطفل ده عشان ما بياكلش بروتين فما عندوش مصل، وعشان ما بياكلش كربوهيدرات وفات بكميه كفايه فما عندوش ستورج اوف فات، فبقى ما عندوش مصل ولا فات، فبقى طفل جلد عار، يعني وزنه قليل، المسلز قليله والفات قليل. مبدئيا احنا اتفقنا انه اكيد وزنه هيبقى تحت الفيفس برسنتايل، بس دي مش كفايه، لازم تقولي ان هو هيبقى تحت كام في الميه من الوزن المتوقع؟ تحت 15% بقى ثيرد ديجري، تحت 25% بقى سكند ديجري، تحت 35% بقى ثيرد ديجري. الحته دي هتتكتب مع اول سطر، قلنا الكلام ده، الحته دي مش هتتكتب كده في جدول كده، هتتكتب مع اول سطر، وطبعا مش هيجي ريتن ان شاء الله. الحاجه الثانيه كلمني عن المصل وكلمني عن الفات. المصلز هتبقى ويستد، اعرف ازاي ان المصلز ويست؟ ها؟ بالميد ارم سيركمفرنس، واللي قلنا ان الطبيعي في الاطفال يكون اكتر من 15، اقل من 15 هيبقى مايلد مصل ويستنج، واقل من 12 هيبقى سيفير مصل ويستنج. كلمني عن النقطه الثالثه، ما هم ثلاث نقط ما فيش غيرهم يا جماعه، ما تنسوش. ما هو وزنه قليل اتكلمنا، عضلاته قليله، فات قليل كلمني عنه، اقول لك اه احنا هنتكلم عنها ببساطه، انه احنا بنقيسها بحاجه اسمها سليب فولد سيكنس. والمفروض ان الانسان في حتت ما فيش فيها فات، لكن معظم جسمه فيه فات، سواء في الابدومن ولا اللمس ولا الفيس، كل ده فيه فات. عشان كده لو انا دورت على الطفل ده هلاقي عنده لوس اوف سبكوتينيوس فات فيرست اوف اول اوفر ذا ابدومن، اند ذا سكند ستيج اوفر ذا باتوكس اند ذا لمس، اند ذا ثيرد ستيج فروم ذا فيس. ثم كتبنا كلمه شافوا مهمه، ليه الفيس بيبقى سينايل؟ عشان بس الفات لوس، عشان كمان الماسل ويستنج. ممتاز. انهي مصل سميناها ايه؟ تمبراليس و ميسيتر، وهو ده اللي بيدي الفيس السينايل كرايتيريا بتاعنا. في حاجه من ضمن الحاجات اللي بتدي السينايل كرايتيريا قوي قوي، بس دي زياده يعني، برضو هبقى بتكلم كلام اوفر شويه، ان ورا العين في فات ولا لا؟ ده اسمها ريترو اوربيتال باد كفات، عشان لما عينك تتخبط ربنا عامل ورا العين سوسته. هو ليه الاوربت طويل؟ ليه الاوربت عامل زي الكون كده؟ مصدات، عشان العين ترجع تدخل لما تخبط كده تدخل لجوه وترجع تاني. فالفات ده لما بيروح الريترو اوربيتال فات بيحصل حاجه زي سانكن اي اي، بتدخل لجوه فتديك قوي قوي السمايل فيز ده. بقى قلت كام كلمه عن المارازموس؟ ثلاث كلمات، الوزن ثلاث مراحل، الفات فقدناه في ثلاث مراحل، والمسلز بقت ويستد. بس المارازموس هو الكلينيكال بيكتشر بتاعته الثلاث كلمات دول، زائد انه جعان وعايز ياكل. هو الواد عينيه ولا مامته ظلمه؟ فيبقى السطر الثالث عندك تحت الصون
او تحت اخر سطر رقم 6 سايكولوجيكالي الولد ده انشس جدا. انتوا ليه مجوعتني؟ سطر رقم 6 ليه مجوعتني؟ انا بقيت متوتر من كتر الجوع، ولو جيت تديله اكل هياكل كويس. هو عنده جود ابيتايت، هو المشكله ما عندوش توكسنز في جسمه ولا حاجه، هو ما عندوش انوركسيا ولا باص ولا سيستيك فايبروزس ولا تي بي، ده المشكله كلها نيوتريشن. فالولد ده عشان تتاكد انه مرازمس بس، حاول تاكده بايه كمان كويس. ليه ملهوف على الاكل؟ اريتابل وستيرنج وانشوس، انتوا ليه مجوعيني؟ تلاقيهم دايما اطفال متوترين وبيعيطوا كتير جدا وكونتينوس كراي من كتر الجوع، عذاب يعني. السطرين اللي فوقيهم فيتامين ديفيشنسي ومينرال ديفيشنسي، اشطب اشطب خالص، ما اقول اشطب اشطب وانت من غير تفكير نفس. يا ابني السطرين 4 و5 اللي فوق الصور واخده بالكم واخدين بالكم بالمنظر ده؟ شوفوا اللي النظره، شوف عيل صغير واقف لك عامل كده. ايوه فعلا بيبقوا اريتابل وسبيرنج كده. يبقى المارازمس خلص. And this is the full picture of marasmus. اه والله. Full picture of marasmus. The picture is muscle wasting fat loss، وزنه قليل ومتوتر. الأربعة دول مفيش ليهم فات. محدش يجي متأخر بليز. أروح بقى لمرحلة تانية، هو العيال ما بيجيلهاش كومبليكيشن؟ أكيد. إذا كان أصلاً هما من كتر ما أكلهم قليل مناعتهم بتضعف بيجيلهم انفكشن في أي حتة في جسمهم، في أي حتة. بس أكتر حتة تجيلها انفكشن السوبرفيشال اللي عليها ايبيثيليوم. ليه؟ أصل الإيبيثيليوم بيتغير ولا ما يتغير؟ الإيبيثيليوم بيتغير؟ مش زي البرين ولا زي الهارت، بيحتاج تجديد، والتجديد يحتاج نيوتريشن كويس. عشان كده أول حاجة تمنع الأطفال دي إن شعرهم بيبقى ضعيف، جلدهم بيبقى ضعيف. فممكن الانفكشن ينفيد الابيثيليوم بتاع اللنج، ينفيد الابيثيليوم بتاع الجياتي، تلاقي جاسترو انترايتس او تلاقي كمان شست انفكشن. ده اول سطر. ده ليه؟ اشمعنى بالذات في الجي اي تي؟ اشمعنى في النيومونيا؟ عشان الابيثيليوم بقى ضعيف، السيرفيس ابيثيليوم بقى ضعيف. ومن الصور اللي شفناها للمراسمس اللي هم كلهم جلد على عض، اكيد هيجي لهم هايبوثيرميا عشان مفيش سبكوتينيوس فات بس. مفيش ماسل، الماسل هي البروتون برودكشن للحراره، مفيش ماسلز تبروديوس حراره على فكره. طول ما بتبرد بتعمل كده. انت عارف انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل شيفرنج ماسل كونتراكشن عشان تكون حراره، والفات انسيوليت. فالولد ده عنده هايبو ثيرميا عشان ما عندوش لا فات ولا ماسلز. وحتى كمان لو عنده ماسلز هو مش واكل عشان يطلع انرجي. سو ما عندوش جلوكوز وما عندوش ماسلز وما عندوش فات فيجي له برودة. واحيانا من شده الموضوع يخش في هايبوجلايسيميا، من قله الاكل اللي هو بياكله يخش في هايبوجلايسيميا. يبقى الهايبوثيرميا اللي عايز يكتب اسبابها ايه؟ اسبابها مفيش ماسلز، ديكريز ماسل بط، لوس اوف فات، وهايبوجلايسيميا. اما الهايبوجلايسيميا فهي واضحه، الواد ما بياكلش، ما عندوش جلوكوز، يعني دي مش محتاجه تفسير خالص. اشطب على بريمي. أو الكلمة تتنفس. هما ليه بيجي لهم شوك؟ هو الكلام مكتوب غلط. هو المفروض الأول تقول لي إن العيال دي هيجي لها دايريا، فيجي لهم بعد كده دي هايدريشن، فيجي لهم بعد كده الكترولايت امبالانس، فيجي لهم شوك. بس الكلام مكتوب بحاول. فالمفروض تقول لي السطر اللي تحتها الأول، قول لي هيجي لهم الكترولايت امبالانس مع الديهايدريشن، والديهايدريشن ده هيوصلني لمرحلة الإيه؟ الشوك. يبقى العيال دي هتسهل، والاسهال ده هيوصلني الدايريه، والدايريه دي هتوصلني الديهايدريشن. الديهايدريشن هيعمل اكيد شوك. هو انا قللت البروتين والفات والكربوهيدرات واخد فيتامينز كفايه، فاكيد تظهر عليا كومبليكيشن فيتامين ديفيشنسي ومينرال ديفيشنسي. فيتامين ديفيشنسي ومينرال ديفيشنسي ده هيظهر او ما يظهرش مش مشكله، لكن المهم عشان اقول مرازمس وزنه قليل والفات بتاعه قليل والمصنز بتاعته قليله بس، ويكون اريتابل. اما دول كلهم فاسمهم ايه؟ عشان كده مش هتحطهم فوق. زي ار نوت كلينيكال بيكتشر. الراجل حول فكتبهم مرتين. انتوا خدتوا بالكم مكتوبين فوق فيتامين ومينرال، وبعدين سرحان كان نايم يا عيني انا عارف هو مين، فصحي من النوم راح كاتبهم تاني تحت. ماشي؟ وللاسف مفيش بيز علمي فهو مش عارف ان هو كتبهم فوق غلط.
طب بليدنج دي انت شطبتها ليه؟ يا ابني البليدنج دي نقص فيتامين كي، ما هو مكتوب تحت فيتامين ديفيشنسي، تحت فيتامين ديفيشنسي تفاصيل كتير لو واخد بالك، هو مش فاهم ان البليدنج بسبب فيتامين كي ديفيشنسي اللي هو جوه الفيتامين، فما تكتبوش لوحده. يبقى دي الثلاث نقط في الحته دي، شطبنا البليدنج وعرفنا ان احنا هنذاكر فيتامين اند مينرال ديفيشنسي. فين بقى اعراض الفيتامين ديفيشنسي والمينرال ديفيشنسي؟ جنب مينرال ديفيشنسي اهم حاجه مكتوبه ايرون ديفيشنسي. اما بالنسبه للفيتامين فهنشرحها كمان شويه في الجوه. الانفستيجيشن العيال دي بيجي لها انيميا طبعا عشان عندهم ايرون ديفيشنسي، بس انا كان نفسي حد شاطر يقول لي لا احنا عارفين يعني ايه انيميا وسمال نيوتريشن. حد فيكم عارف يعني ايه انيميا وسمال نيوتريشن؟ ان الار بي سيز مش لاقيه الخامات الكافيه لمينس سبستريت اللي هي امينو اسيدز وفيتامين بي وفيتامين سي وكبر. انا قلت الكلام ده كده. ثم البون مارو بقى كسلان ديمينيشد برودكشن بالبون مارو. ثم الار بي سيز ليها شورت لايف سبان. ثم كونكومتنت انفكشن بيأثر على الار بي سيز. خلي بالك الحته دي مهمه جدا. لو الدكتور سالك ايه اسباب الانيميا في المرسمس؟ اكتب كده سي شابتر الهيماتولوجي موجوده هناك انا قلتها. واكيد العيال بيجي لها انفكشن وكلكم شاطرين قوي عارفين ان اي حد في الدنيا بيجي له انفكشن بنعمل له سي بي سي نلاقي ليكوسايتوسيس سي ار بي وي اس ار مش كده؟ في كلمه عندك ما مش موجوده في الطب كله غير هنا في الكتاب ده ماركرز اوف انفكشن. مفيش حاجه اسمها ماركرز اوف انفكشن. دي نقطة، حاجة اسمها سكرينينج فور انفكشن، ما اسمهاش ماركرز. يعني مش موجودة في كوكب الأرض غير في الكتاب هنا، ما اسمهاش ماركرز أوف انفكشن. العبيط اللي سوري، الحتة دي مكتوبة مش ما فيش حاجة اسمها ماركرز أوف انفكشن، اسمها سكرينينج فور انفكشن. بدور على انفكشن في جسمك، أعمل لك سي بي سي، سي آر بي، إي إس آر، ستول أناليسيز ويورين أناليسيز زودها. لأن برضه ممكن يكون في اليورينري فات. يبقى هنزود جنب ستول اناليسيس زودوا لي كمان يورين اناليسيس. احيانا تيجي لي بقى وانت مخلص ديهايدريتد بقى وهايبوجلايسيميا فلازم اعمل لك الجلوكوز والالكترولايتس عشان اشوف انا هدي لك فلويدز ولا لا. السطر الاخير ده حد يقراه كده؟ مكتوب انفستيجيشن فور نون نيوتريشنال مارازمس. ممكن كله يبص لي هنا وتفكروا ممكن نعمل ايه انفستيجيشن لطفل شكله مش موضوع اكل. يعني والله يا دكتور انا جايب له اغلى اكل، احنا عندنا فلوس كتير احنا بناكله كتير جدا بس هو مش راضي ياكل، بس هو عنده مشكله. هتعملوا ايه؟ ايكو صح، ليفر فانكشن تيست صح، سكول اناليس فور ماراثون صح، رينا فانكشن صح، تشيست اكس راي فور ذا لانج لتكون بايظه صح. يلا اكتبوا ايكو تزيل ايكو ال اف تي. مين ده؟ شمال يعني؟ ليفر فانكشن تيست. ار اف رينال فانكشن. تشيست اكس راي. طبعا مفيش واحد في الدنيا تسلمي لك، انت بقى عايزه تفكري كدكتوره فقلت لها يا دكتور انت هتعمل له اكس راي وايكو وليفر فانكشن ورينا. طبعا لا، هو انا لما يجي لي عيان نون نيوتريشنال مارازمس لو انا مش لو انا دكتور خايب هعرف هو عنده مشكله في القلب بينهج مع الرضاعه، هعرف عنده جوندس وابدومينال ديستنشن هفكر في الليفر وليبوريا ودارك يورين فهفكر في الكدني. اقعد افكر انا هعمل كل ده؟ انا حسب الكلينيكال بيكتشر حسب الهيستوري وحسب الاكزامينشن. دكتور طب حته السيرم بروتين. نعم مكتوب ان السيرم بروتين مطلوب ما بيقلوش قوي، انا مش حارمه من البروتين لدرجه ان توصل لمرحله ان السيرم يقل. بس هو مش المصل قلت؟ اه المصل حاجه والبلاد حاجه تانية. يا شباب انتوا عارفين مين بيحط امينو اسيدز في البلاد؟ الليفر. عارفين مين بيحط كالسيوم في البلاد؟ اللي بيحط كالسيوم في البلاد البون. الله اكبر. زغرات هي اللي مات السمعان. ضغط ثيرويد. هنشرح دلوقتي الكلام ده. لو العظم بتاعك فيه كالسيوم قليل البارافيرود ما يهمهاش الكلام ده، هتقوم تظبط الكالسيوم في البلاد. لو المسلز بتاعتك بتتاكل ما يهموش الليفر، هيكسرها لك وياخد امينو اسيدز يحطها في البلاد. امال امتى الموضوع يقع لو الازمه شديده جدا بقى؟ يعني ما فيش اكل خالص. ما فيش
بروتين خالص، زيرو بروتين. لكن دمج البروتين على الاقل هحافظ على ذاته في سيلار، مش مهم المصل استولى زي بالظبط. فكره الكالسيوم لما بيجي لي هنا عظام بحافظ على الكالسيوم في البلاط، بس الكالسيوم في البون بايه؟ بيقل. يعني هو العيان ده يا نورمال حق، وهنقول مين بيقل حالا. تيجي نخش على العيان التاني كله. على فكره ده مش كالوري ديفيشنسي، انا مش حابب من الاكل، انا كل الحكايه عنده بروتين ديفيشنسي بس، يعني بياكل كربوهيدرات كتير وفات بس بروتين قليل جدا، يبقى ده سيفير بروتين ديفيشنسي، وده سيفير فورم اوف مال نيوتريشن. على فكره هو نوع خطير جدا، يعني مش نوع هايف، رغم ان انا بديله اديكويت كالوريز لكني بديله بروتين تقريبا نل، مفيش خالص. ايه اللي يعمل كده؟ مبدئيا ده بيحصل للطفل اللي بتفطره، اللي عنده ست شهور بدات افطمه ست شهور او سنه او سنه ونص حسب وقت الفطام. وفي ام بتوقف الرضاعه لابنها وهي غلبانه فتدي له ميه رز عشان يرضى يرضعها يعني، وتدي له فينو في شويه ميه، وتدي له بطاطس مهروسه، كربوهيدرات عن كربوهيدرات عن كربوهيدرات، وبالكثير قوي ممكن تدي له شويه بسكتس ولا حاجه. فهي كده ما بتديش تقريبا حاجه فيها بروتين، لا اديت له يوجرت ولا اديت له تشيكن ولا اديت له حتى فيجيتابلز، يعني ما اديتلوش حاجه فيها بروتين خالص، ومركزه بس على الحاجات اللي هي فيها كربوهيدرات. واكتر حاجه بيعملوها بيجيبوا الرز ينقعوه في ميه وبعدين يصفوا الرز، الميه دي تبقى ميه معكره ابيض كده عشان الطفل بيحب طعمها وبيشربها، وهم ما معهمش فلوس يجيبوا بيض ولا كبده ولا فراخ ولا سمك. فالولد ده بيجيله مشكله خطيره جدا اسمها كوشر. هي ايه فطرته؟ طب ما كانت تكمل رضاعه، غالبا الست دي ما كانتش عامله كونتراسبشن فجات لها حمل تاني، انتوا عارفين طبعا في نص الحمل لازم نوقف رضاعه، على نص الحمل كده هوقف رضاعه طبعا، في بيبي جوه بتكون عظمه بتكون، مش هينفع تكمل رضاعه بالوضع ده، وكده كده البلاسينتا الهرمونز وفي اخر الحمل بتوقف الرضاعه، فهي الست كده كده هتوقف ايه؟ الرضاعه، وهي غلبانه يا عيني بقت حامل ومعاها طفل تاني على ايديها لازم تاكله، تاكله كربوهيدرات اون، هيحصل له ايه الطفل ده؟ هيجيله مرض اسمه كوشر. اسمعني القصه كالاتي، هي فطمته في الشهر السادس من حملها وفضل الولد سليم زي الفل لغايه لحظه الولاده. بعد الولاده جابت بيبي وبدات ايه؟ ترضعه. الولد التاني يبص للطفل اللي جه مكانه ويتضايق جدا. انت اللي عملت كده فين؟ انت اللي حرمتني من الرضاعه من ثلاث شهور. وبيبقى فاكر يكتئب، بيجي له حاجه اسمها حرمان من الام ماترنال ديبريفيشن، وبيبقى عايز يقتل الام. وعنده سنه عايز يقتل الام؟ احساسه من جواه كده، ومش وكاره الولد ويبطل ياكل. هو بقاله ثلاث شهور بياكل ايه؟ فجأة الام تلاقيه بيورم ويموت. في غانا سموها كواشوركر، غانا سمت المرض من 200 سنه سموه كواشوركر، وكلمه كواشوركر باللغه الغانيه القديمه معناها الروح الشريره التي سكنت الطفل من الغيره. ان الولد ده كان غيران من اخوه الجديد فورم ومات. يا سلام، يعني هو من كتر الغيره ورم ومات؟ لا لا خالص، الموضوع مش كده، الموضوع ان الطفل بقاله 3 شهور بياكل كربوهيدرات اونلي، مش موضوع ايفل سبيريت خالص. مكتوب عندك على جنب ان كواشوركر هي كلمه غنيه بتقول ان دي الروح الشريره جت للطفل من الغيره. لا يا سيدي، الموضوع مش كده. ماشي، يبقى القصه نقراها مع بعض. ريبليسمنت اوف ميلك as a part of weaning process بهاي كربوهيدرات دايت، وده غالبا بيجي مع الحمل الثاني عشان هي مش عارفه تعمل كونتراسبشن. انزل تحت سطرين اقرا ماتيرنال ديبريفيشن، ان غالبا كمان الطفل بيجي له اكتئاب شديد بعد ولاده هذا الطفل. مناعته تبقى قويه ولا ضعيفه؟ يجي له انفكشن ولا لا؟ يجي له ميسلز، يجي له فيرو دايريا، يجي له نيومونيا، فيفقد مور اند مور نيوتريشن وتظهر عليه اعراض المرض. يبقى القصه بدات بحمل، ففطام للطفل القديم. الطفل القديم فطمته بس لسه ساند نفسه، البروتينات عنده مخزون. على الولاده جاله ماتيرنال ايه؟ ديبريفيشن، ورم ولا لا؟ ويجي له انفكشن يزود 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 الكوشر. الكوشركر موصوف حتى في العيله المالكه الانجليزيه. يعني الطفل ده جاله كوشركر بسبب ولاده الطفل ده، على فكره دي قصه معروفه في العيله الانجليزيه. تمام؟ كويس.
اهم سلايد على الاطلاق في الطفل من وجهه نظري. ايه اللي بيحصل في الكشري؟ احنا عرفنا اسبابه، ان الطفل بياكل كربوهيدرات وما بياكلش بروتين. البروتين القليل ده بيعمل له ايه؟ بيقليل جدا لدرجه ان الليفر المره دي مش لاقي يكون البيومين. وطبعا كلكم عارفين ان الالبوم اصحى معايا قوي هو اهم سفنجه موجوده في البلاد. يعني ايه سفنجه؟ يعني بيمص. زعلان جدا من اللي قال اوزموتيك. اوزموتيك مش سفنجه، اونكوتيك. يعني لو فرضنا انه الارتري فيه بلاد بريشر 120، الكابيلاري بريشر فيها تقريبا بيبقى 35. And this push water outside بقوه. على اخر الكابيلاري البريشر بيكون اقل شويه، بيكون على فكره حوالي 15. وده يدي فرصه، بقول لك اهم رسمه في الطب ركز، يدي فرصه للسفنجه دي اللي قوتها 25. خلي بالك الكابيلاري هنا البريشر 35، الميه تخرج هيدروستاتيك. لكن الالبومين في اخر الكابيلاري يتفوق على الهيدروستاتيك بريشر ويقدر ينتزع الميه باك. And that's why في اول الكابيلاري it goes outside، لكن في اخر الكابيلاري it goes inside. وده حلو جدا، هنوصل اكسجين ونيوتريشن وهنوش التوكسينز ونخلص شغلتنا. ودي فكره الالبوم. So the album oncotic pressure بيقدر يسترد الميه تاني اللي خرجت للانترستيشن. انكواشر كيرف فيري ماركت ديمينشد امينو اسيد سبلاي، يخلي الليفر ما يطلعش كميات الالبومين تقل. هايبو البومينيميا انف ان الفلويد اللي يطلع ما يقدرش يرجع تاني. فيقوم يحصل لي ايديما ولا ما يحصلش؟ يحصل لي فيتنج ايديما وتبتدي تظهر في ظهر رجليا وفي عينيا وفي جسمي. ميري مش كل الجسم كله يعني، لكن في معظم انحاء الجسم. يا جماعه خلي بالكم انه كده معنى كده انه نقص الالبوم او نقص الانكوتيك بريشر هيعمل ايديما وهيخلي الدم اللي راجع للهارت اكتر ولا اقل؟ ردوا عليا. اقل ولا اكتر؟ اقل. طب ما هو لو الفينوس ريتيرن قليل الجسم ما يسكتش على كده ويسكريت حاجتين، الدوستيرون تو ريتين صوديوم اند انتي دايوريتيك هرمون تو ريتين ووتر. منطقي كده؟ بقول لك اهم رسمه في الطب كله، انا مش ببالغ. سو الدوستيرون ويل اليفيت تو ريتين صوديوم اند دايوريتيك هرمون تو ريتين ووتر، وهيبقى عندي ووتر اند صولت ريتينشن. بس معلش انا هقول الاردستيرون وهقول الانتي دايوريتيك هرمون، انتوا بتنفخوا في قربه انتوا مخروم. And this will promote more and more لانه في الاخر من غير البومين انا مش هحل المشكله خالص. مش هتحل المشكله. So لو الدكتور سالك what is the mechanism of edema in كواشوركر اور روتيز 3A mechanism. اول ايه؟ البومين ديفيشنسي. تاني ايه؟ الدوستيرون. تالت ايه؟ انتي دايوريتيك. تلاته ايه؟ علم عليهم كويس قوي 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 في الميكانيزم اوف ايديما. اول واحده البوم قليل، تاني واحده زياده الالدوستيرون والانتي دايوريتيك هرمون. بتبدا دايما في ظهر الرجل، يعني دايما تبدا في ظهر رجل الطفل الموست ديبندنت، وبعدين تطلع على ظهر ايده، وبعدين تطلع على عينيه. طبعا دي مش لينف ديما، دي ايديما، فتبقى بتنج بالمنظر ده. دورسم وزهقان، دورسم وزفوت، واراوند ذا اي، بس ما توصلش ابدا لمرحله الاسايتس. الاسايتس عايزه البوم فيري فيري لو، يعني ممكن تبقى جنراليزد بالمنظر ده، بس صعب جدا انها تعمل اسايتس. دكتور يبقى احنا كده عرفنا ان الايديما از فيري كريتيكال عشان اشخص كوشر. اه الكوشر عشان اشخص عايز برضو اربع كلمات زيه زي مين؟ المرازمس. اول كلمه قلناها هي مين؟ الايديما. تاني كلمه عايزين نقولها وهي مهمه جدا هي الجروس. متاخرين قوي يا جماعه، قوي يا ما شاء الله الساعه 8. في الصفحه اللي بعدها على طول بص في كلمه جروس فيلير. لا معلش انا عايز اعرف ليه جروس فيلير؟ ما الواد بياكل فات كتير وكربوهيدرات كتير جدا، هو اكله كله كارب، اكله كله كارب، ليه بيخس؟ يا ابني ما هو من غير امينو اسيدز مفيش لا ماسل ولا بون جروس، مش كده ولا ايه؟ مفيش ماسل ولا بون جروس.
And so in كوشركر طبعا مفيش ماسلز مش هكبر مفيش بون ممكن بس يكون عندي شويه فات لكن الجروس بتاعي مش طبيعي بس يا دكتور انت قلت الواد ده مورب مورب وعنده فات And so gross failure is very difficult to be seen يعني صعب جدا انك انت تبص على الطفل ده تحس ان هو خاسس يعني خاسس ايه يا عم وفي كده ده تخين فهو دايما الجروس فيلير بتاعه بيبقى ماسكد بوجود الاديمه في الاطراف ووجود الفات على الترانك لانه واكل كربوهيدرات كتير عشان كده مكتوب عندك جروس فيلير بي مين ماسكد باي اديما اند سبكوتينيوس فات نص جسمه كلها فات والاطراف كلها دورسم اوف ذا هاند دورسم اوف ذا فوت اديما فبيخدعني جدا سو ذا جروس فيلير از ماسكد الالبومين عشان يحصل اسايتس محتاجين حاجتين هناخدهم في الليفر يا بورتال هايبرتنشن وز هايبو البومينيميا يا سيفير هايبو البومينيميا لايك نيفروتك سندروم وهنشرح ده بالتفصيل وانا قلت دي مش سيفير دكتور معلش هو الويت لوس في الماسماس ان عشان الماسل بيكون بس عشان بروتين قصدي بس يعني الكالوري مش هو يسار لا طبعا الكالوري في الماسماس امال هنا ما عوضتهوش ما هي عوضت ما عشان كده ماسكت ما عامل يقول جروس فيلير از ماسكت يعني نقص الوزن هنا مش واضح اذا كنا احنا بنقول ان هنا الولد وزنه مش واضح انه نقص لدرجة ان كلمة جروس فيلير الكلمة اللي مكتوب تحتها ماسكد يعني مش باين يعني اوزنه الرينج قليل قوي اطلع فوق بقى في الصفحة تلاقي عندك مشكلة كبيرة جدا هو العيان ده عنده ماسل ويستنج ولا لا؟ حد يقدر يشوف؟ ما هو ما بياكلش امينو اسيدز مفيش بروتين خالص بياكل كربوهيدرات اونلي فالماسلز بتاعته ضعيفة دراعه رفيع صح؟ الحتة دي اللي اسمها الميد ارم بس هو في نفس الوقت عنده الفات زياده مين عارف الفات بيتشاف ازاي بالميد ارم سيركمفرنس ولا بالسبكوتينيوس فولد سبكوتينيوس فولد اكبر مهزله اكبر مهزله في تاريخ الكتاب حاجه فضيحه فضيحه تدل على فشل تام في اللي كاتب مكتوب ايه بيقول لك ماسل ويستنج البروتين قليل والفات زياده وبيقول لك ده بيتعرف بسكين فولد مين فيهم يا حبيبي اللي بتعرف سكين فولد؟ الاثنين بتعرفوا سكين فولد. طب صلح بقى تكتب ماسل ويستنج ده بيتعرف بالميد ارم سيركمفرنس. والسطر اللي تحته ده اللي بيتعرف بالسكين فولد. لكن انا اخد سكين فولد اعرف بيها الماسل. معلش كان نايم. يعني الفات هو اللي بيتعرف بايه؟ بالسكين فولد. لكن تكتب كده تكتب لي ماسل بتتعرف بالسكين فولد. كده اعمل كده اعرف الماسل. انا ايديت مؤلف وايه هو يلا المهم يبقى احنا عرفنا ازاي الموضوع احنا بنقيس الميد ارم سيركمفرنس الاقيه رفيع واخد سكين فولد الاقيها ايه؟ الاقيها تخينه ولا رفيعه؟ ردوا عليا رفيعه ليه؟ ولا مرات سكين فولد الاقيها تخينه وفي نفس الوقت الميد ارم سيركمفرنس انت متخيل حاجتين عكس بعض يعني دراعه رفيع ولما خدت منه فولد لقيتها يبقى ما فيش جوه ماسلز خالص منطقي كده مفيش مصر خالص يبقى بعد اذنكم صلحوا مصر ويستنج بسبب نقص البروتين تكتب لي انكريزد للارم سيركمفرنس السطر اللي تحته الفات زياده وده باي سكين فولد حد واخد بالكم انه بطنه منفوخه قوي؟ أنا عايز في آخر الحصة تقولوا لي أربع أسباب لأنه بطنه منفوخ مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عايز أربعة أربعة ركزوا وقولوا لي ماشي المهم منتال تشينجز هي ليه قايل لي كده؟ ليه ده؟ أنا ما شفتش طفل مكشر التكشيرة دي ده واحد قرفان من عيشته كلها أبثي ولا ديس انترست وقرفان من الدنيا؟ وبرضه ده ديس انترست وأبثي وعلى فكرة عمرهم ما يلعبوا ولا يضحكوا لو شفت كوشركر حاولت تضحك وضحك مش كوشركر انت مشخص غلط عمره ما يضحك عمره ما هيبقى هابي عندهم اكتئاب شديد جدا يا ترى من نقص الامينو اسيدز ايوه طب ما تقول لي الامينو اسيدز بتروح البرين تعمل ايه؟ تعمل اندورفين وانكفالين وداينورفين الامينو اسيدز دي مسؤوله عن هرمونات السعاده السيروتونين تعرفوه؟ تسمعوا عن الشورت بيبتايد نيورو ترانسميترز اللي بتعمل سعاده في المخ طب ما كلها جايه من الامينو اسيدز وكمان وانا ما باكلش بروتينات بيقل عندي نياسين جدا مين النياسين ده فيتامين ده ولا مينرال ولا انهي بي يعني بي 11 ونص
بي 6 باين اللي هو بيروسين نايسين فيتامين دي كام؟ مين ده رايبو فلافين؟ مين يزود؟ بي 3 علي العوض. لا انا بصراحه انا مصدوم. مكتوب عندك نقص الامينو اسيدز اللي هي نيورو ترانسميترز اللي مش عارف هم مين، انكيفالينز وداينورفينز اللي هم بيسكنوا الالم ويجيبوا سعاده وسيروتونين والكلام ده كله. السطر الثاني نقص النياسين، اشطب على الناد والناد بي، اكتب كده جنبه اللي هو فيتامين بي 3، اشطب على الناد والناد بي، فيتامين بي 3. ايه ده؟ وهو النياسين اصلا مهم ليه؟ ما احنا خدنا يا جماعه انه مرض النقص لو نقص النياسين بيجي لي مرض اسمه كوشينج. النياسين لو نقص بيجي لنا مرض اسمه ايه؟ بلاجرا. وده مرض فيه 3D ديمنشيا وديرماتايتس ودياريه. دياريه وديمنشيا، اكتب جنبه ديمنشيا، اكتئاب بقى اللي عنده كآبه ومفيش ذكاء، وديرماتايتس جنب فيتامين بي 3 تحت ديمنشيا وديرماتايتس جاي جنب فيتامين بي 3. ثالث سبب للاكتئاب انه غالبا الطفل ده هيفضل يحقد على اخوه الجديد لمده سنه فهو برضه مكتئب. يعني يا ترى مكتئب من نقص الامينو اسيدز ولا من نقص النياسين ولا من الاكتئاب بتاع مامته اللي حرمته طفل جديد؟ الثلاث حاجات. حد بقى يقول لي كده الكوشوكا فيها كام حاجه لغايه دلوقتي؟ إديمة، والثانيه مينتال تشينجز، الثالثه جروس فيلير، الرابعه ديستربد ماسل فات ريشيو. دول اسمهم ذا فور كونستانت كرايتيريا اوف كوشر. يو كان نيفر دايجنوز كرايتيريا اوف كوشر من غير الاربعه دول. اللي جاي ده كله مش لازم الاقيه في العيان، عشان كده سميناه variable manifestation. بس انا هسال سؤال، اشمعنى ال variable manifestation بتاتاك سكين وهير وجي اي تي؟ اشمعنى دول؟ عشان دول ايه؟ ايبيثيليوم محتاجين ايه؟ ريجنريشن بروليفريشن، يعني امينو اسيدز. هو الموضوع هنا اشد ولا اخف من الكوشيلتر كونسيرنينج البروليفريشن. يعني المارازماس بياكل شويه ايه؟ بروتين قليل وفات قليل وكربوهيدرات قليل فالجسم ماشي. واحد عامل رجيم، هو اللي بيجي له رجيم بيموت. يعني عامل بيقلل اكله. لكن واحد عامل كيميكال دايت بيقول لي انا باكل النهارده موز بس، ست ايام موز بس، وست ايام فص برتقاله الشمال بس، وتسع ايام رجل بطل اليمين، يعني انت هتموت. في ناس ماتت كده. ياما سمعتوا عن ناس ماتت وهي بتعمل دايت عشان ماشي على حاجه اسمها تشينجينج اوف ذا كيمستري اوف فود. هو بياكل نوع واحد. في الكوشركر الولد ده بياكل كربوهيدرات بس. فالخلايا ما بتعرفش تجدد نفسها خالص، سو ذات ذا سكين بيتغير بشكل مهول. ما شفناش ده في المارازموس، لانه الجلد مش هيعرف يجدد نفسه، الشيتس هتتقطع، هيحصل كراكس يعني تيجي شقه، ثم تبقى فيشرز، ثم ألسريشن جامده جدا، وتلاقي مناطق ويز هايبو بيجمنتيشن ومناطق ويز هايبر بيجمنتيشن. منطقي طبعا طبعا انه الجلد مش عارف يجدد نفسه، يبتدي يتشقق ويقشر ويقطع، بالذات في منطقه البرينيوم لانها فيها دايبر حفاضه وسطول و ففي اللمس والبرينيوم ممكن يحصل ده بكتير جدا. وهايبو بيجمنتيشن دي حد عارف تفسيرها؟ عشان مفيش ميلانين، اللي جاي من امينو اسيد اسمه واسمه امينو اسيد، فانا ما عنديش بروتين اكون منه ميلانين فيحصل هايبو بيجمنتيشن. ما عنديش امينو اسيدز لتكوين الميلانين، وانا محتاج ميلانين اكونه من الامينو اسيد. لانه المارازماس ستيل بياكل قليل، لكن ده تقريبا نيرلي نال في البروتين. يعني لو قلت لك ان انا بقى الانسان الطبيعي بياكل بروتين قد كده، المارازماس بياكل بروتين قد كده، الكوشركر ما بياكلش بروتين خالص، فيقوم الجلد يستسلم ما يعرفش يمشي حاله. يعني اقرا سكين مانيفستيشن، معلش خليك في سكين مانيفستيشن. مكتوب عندك زنك وفيتامين ايه، ايه علاقه دول بالسكين؟ ده مفيش كريم شعر يا ابني ولا كريم جلد في الدنيا مفيش فيهم زنك وفيتامين ايه. دول مهمين للانتجريتي، يعني الخليه تنزل في اللي جنبها ازاي. دول مهمين، الزنك وفيتامين ايه مهمين للانتجريتي، يعني التواصل. دول انتجريتي. والنياسين اكتب جنبه بيعمل ديرماتايتس، بس اهم سبب معمول اخر واحد اللي هو نقص الامينو اسيد، ده السبب الرئيسي على فكره.
ايه الاعراض؟ كراكس، فيشرز، ulceration، hypopigmentation، اكتب تحتها نقص الميلانين. طب ايه بقى هايبر دي بقى؟ لا ده بيحصل للجلد انفكشن، وكلكم عارفين الحته اللي الجلد اللي بتتجرح ويجي فيها ميكروب بتغمق لفتره، مش كده؟ يعني لو انا جالي جرح وبقى انفكتد وطول معايا، اول ما خفت الاقي مكان حته بني غامق وبعدين تهيل وستايل، فده الهايبر بيجمنتيشن ده سكندري افتر انفكشن. طيب احنا كده اتكلمنا عن السكان، فاضل الهير. عمرك شفت طفل اسمراني شعره ابيض؟ انا عارف انكم مش هتردوا، فهو لا ما بيحصلش. بس الولد ده شعره ابيض مش عشان هو عامل سفره، لا خالص، ده الحكايه كلها ان فعلا ما عندوش ميلانين خالص يحطه في الهير بتاعه. الميلانين اللي محتاج التيروزين، محتاج السلفر كونتيننج امينو اسيدز، محتاج الكبر، وكل دول مع البروتين. انا من غير لحمه مش هاكل كبر على فكره، هو الكبر موجود مع اللحمه مع الكبده مع البيض. نو كبر، نو سلفر كونتيننج امينو اسيدز، نو تيروزين، يعني كل مكونات الشعره مش موجوده. الشعره فيها سلفر كونتيننج امينو اسيدز كتير، ومحتاجه تيروزين كتير عشان الميلانين، ومحتاجه كبر كتير، هي شعرنا كده. فكل مكونات الشعره بتيجي مع اكل البروتين، بالاضافه الى ان وزن الشعره كله امينو اسيد. باي ذا واي 90% من وزن شعرتك بروتين، يعني بروتين شعرك ده اكتر حاجه في جسمك فيها بروتين. وحتى في ناس تلاحظ تقول لك انا باكل لحمه كتير الاقي الريت بتاع الهير جروس عندي يزيد اكتر من لما اقلل في كميه اللحم. المهم يعني خلاص عرفنا الشعر هيبقى ايه، يعني هيبقى خفيف جدا، سبارس، ايزلي ديتاتش، تشده كده يطلع. لايت ان كلر، لونه فاتح، انتوا فاهمين ليه طبعا؟ نقص الميلانين. اي ستيل انا فاكر لغايه دلوقتي في اول امتياز شفت طفل قالوا لي ده كوشاركر، النايب قال لي كوشاركر، فبصيت عليه فعلا كوشاركر، مورم جدا وبطنه منفوخه على الاخر كده، وقلبوس دفتوخ عنده خدود كبيره قوي من كتر الفات اللي هو واكله، وعينيه مورمه. فعرفت ان عنده زيره في الفات وعينيه مورمه كده، شكله كوشاركر، وقاعد مكتئب كده وملموم عليه بالبنه بالريش كله عادي. فانا ايه، رحت قربت من الولد اكلمه العبه وهو بص قدامه كده ولا اي حاجه منتال تشينجز ولا كان انا موجود، اعمل له كده كانه اعمى ولا بيبص لي ولا معبرني خالص، ولا متركب له الكانيولا ولا حتى الكانيولا اللي متركبه في ايده فارقه معايا. فانا قلت طب ايه، انا اطبق عليه الدرس، سبارس ايزلي ديتاتش لايت ان كلر، فبص على شعره فين شعره خفيف، رحت ماسك كده بشوف الشعر خفيف يعني قد ايه، فبطلع كده لقيت الشعر كله طلع في ايدي وبقى في حته فاضيه في راسه. انا كل اللي عملته ساعتها بصيت بسرعه فين البوم، ما لقيتهاش الحمد لله، والعنبر الحمد لله كان فاضي، كان بريحه حوادث قبل ما الحق. رحت حاطط شويه شعر مكان ورحت ماشي بسرعه، وفضلت فاكر الكلمه دي فعلا فيري ايزي، لدرجه ان شلت الشعر في ايدي والولد ما مشيش. ايزي ديتاتش لايت ان كلر وسبارس. لو الام دي بتمر بفترات عندها شويه فلوس واكل ابنها شويه لحمه وكبده وبيض هيطلع شويه شعر حلوين، وبعدين ترجع قال ايه بعد شويه ما معهاش فلوس فترجع تاني تطلع شويه شعر فاتحين، يقول لك ساين هبل قوي مش موجوده غير في الاحلام ان شاء الله، اسمها فلاج ساين. قال ايه، شويه فاتحين وشويه غامقين، الشويه الغامقين دول لا لا والله حقيقي، هو دي فعلا دي حاجه اسمها فلاج ساين. انا عارف انكم بتقولوا ده سبب والشعر الجديد طالع كده، لا هو حقيقي دي فلاج ساين، بس دي رير جدا، مش هتلاقي اكتر من 2 3 على الانترنت صورتين لفلاج ساين، ان شويه شعر باند من الشعر لونها فاتح ايام ما كان بياكل لحمه قليل، وباند ثانيه غامق لما بدا ياكل حاجه فيها بروتين، فلاج ساين اكتب مش هتشوفه. يبقى احنا كده خلصنا الشعر وخلصنا السكين، اروح على الليفر. يلا الليفر ماله؟ الليفر يا جماعه عباره عن مصنع، وانا ما اعتقدش انكم فيكم واحد ساذج ما يعرفش ان اي مصنع في الدنيا ليه عربيات ترانسبورت، مش كده؟ ما في مصنع في الدنيا اللي ليه عربيات تنقل البضاعه وتنقل العمال وتنقل، فالليفر مصنع، عشان كده عنده شيالين كتير قوي. مين يعرف اسمهم ايه؟ حد يعرف الشيالين بتوع الليفر عربيات الليفر؟
اللي شغاله في مصنع ليفر رايحه جايه على المخازن اسمها لايبوتروبيك فاكتورز وكلها بروتين. بروتين اللي بيشيل الليبت اسمه لايبوتروبيك، يعني بيحب يشيل الليبت. ووظيفته ايه؟ الشيالين اللي كانوا بيشيلوا يا جماعه اللو دنسيتي لايبوبروتين والهاي دنسيتي لايبوبروتين والسترايك الاسترايكس وياخدوهم من الليفر يودوهم للفاتي تشو. ما انتوا درستوا الكلام ده في سنه ثانيه، ان الليفر عنده شركه عربيات كبيره اسمها بروتين بتنقل مين؟ الليبت. والاثنين بيمشوا مع بعض في البلاد اسمهم لايبو بروتين. لايبو الحموله، بروتين الشيال، انتوا عارفين كده. يبقى لايبو دي الحموله والبروتين الشيال. طب ايه رايك الشيالين هنا اخبارهم؟ تردوا عليا قليلين جدا، البروتينات قليله فالشيالين قليلين. فالليفر عنده مشكله غريبه جدا، لما بيجي له كربوهيدرات كتير بيجي ولا ما بيجيش؟ بيخزنوا جلايكوجين، يقول ماشي طب كفايه طب هخزن تاني، وبعدين يضطر يبتدي يحولهم الى فات ويرميهم باللايبو بروتينز الى البريفري. عمل كده في الاول، بس في الاخر لقى ان العربيات دي مش موجوده، ولو العربيات دي مش موجوده يبتدي كل الجلايكوجين اللي جاي للليفر يقعد جواه، وكل الفات اللي جاي للليفر والترايجلسرايدز تقعد جواه، فالليفر يكبر بس فاتي ليفر، فاتي. هيبقى سوفت ولا فارم؟ يتحس ولا ما يتحسش؟ صعب انه يتحس، بس هيباته نيجاتيف. كده كده هيحصل فاتي ليفر، وفي بعض الحالات بيكبر جدا كمان من كتر ما هو مخزن ايه؟ فات. يبقى اكيد الليفر هنا هيكون فاتي ولا لا؟ وممكن حجمه يتضخم بس يبقى سوفت. نقرا accumulation of fat and glycogen عشان نقص اللايبوتروبيك فاكتورز العربيات بتاع شركه النقل بتاعت الليفر، ودول كتير درستهم في سنه ثانيه انا عارف اكيد زهقتوا منهم. When you start treatment اسمع القصه الحلوه دي. انا لما ببدا العلاج العيان بتاعي بديله اكل فيه بروتين ولا لا؟ واحد عنده بلوشركر مشكلته نقص البروتين، اول ما هعالجه هديله بروتين. فانزيس بروتين عشان يروح للليفر والليفر يصنع منه لايبوتروبيك فاكتورز، يعني يبتدي يعيد تصنيع عربيات. ذيس نيد 5 دايز. ان ذيس 5 دايز انت بتدي لابنك اكل فيه بروتين وفات وكربوهيدرات. فين الفات والكربوهيدرات هيروحوا؟ هيفضلوا فين؟ ردوا عليا. هيعرفوا يتحركوا؟ لان المصانع هتكون اللايبوبروتينز وذين 5. سو ان ذا انيشال 5 دايز اوف تريتمنت تتوقع الليفر يريجريس ولا يبروجريس ان سايز ولا يفضل ستيشن؟ يبروجريس، لاني بضغط على الطفل في الايه؟ في الاكل، وهو كده كده لسه ما كونش لايبوتروبيك فاكتورز. ودي حته مهمه جدا، نيوتريشنال ريكفري سندروم ذا ليفر ويل كونتينيو تو انلارج فيو دايز. في الايام دي كان لسه اللايبو بروتينز ما اتصنعتش، وانا باكل فاتك. انا باكله بروتين بس باكله اكله فيها هاي. يو كان نيفر جيف ا تشايلد ا بروتين اونلي دايت اسمها هاي بروتين دايت، but it contains fat and carbohydrate. نقول تاني عشان الناس اللي كانت سرحانة. احنا قلنا ان الاطفال دول عندهم الكربوهيدرات والفات بيروحوا الليفر ما يعرفوش يخرجوا، ليه ما يخرجوش؟ عشان ما فيش ايه؟ لايبو بروتين. فايه الليفر يكبر ولا يصغر؟ لما هتيجي اعالجه هديله بروتين دايت اكله فيها بروتين كتير وفات وكربوهيدرات. هل العربيات دي بترجع في اول يوم علاج؟ ما ترجعش الا في اليوم الخامس. في اول 5 ايام علاج ما تستغربش ان الليفر لسه عمال يكبر، لانه لسه عمال يخزن كربوهيدرات وفات. ففي ناس بتستغرب انا بعالج وشكر ليه الليفر مش بيصغر؟ هو اكيد بيصغر من اليوم الخامس من اليوم السادس. لايف سيستم يعني. الولد عنده 3 قصص غريبه جدا، عنده في الجي اي تي انوركسيا، معرفش ليه انوركسيا. لا قولوا لي. سي ان اس ماله؟ ابثي ومنتال تشينجز. يا جماعه هو مكتئب، والانسان اللي مكتئب ده ما بياكلش. عنده ابثي لوسك، ماليش دعوه بيه. الاكتئاب اللي عندكم ده وهمي. لكن بتكلم على طفل فعلا ما عندوش اندورفينز ولا انكيفالينز ولا سيروتونين، فهو عنده سيفير انوركسيا سببها ايه؟ المنتال تشينجز. وده مكتوب عندك بشكل واضح. مكتوب عندك الانوركسيا بسبب المنتال تشينجز. لكن ليه الولد ده يجيله انفكشن؟ الجي اي تي بالظبط. هو عنده اوريدي الابيثيليوم كله متقطع. مين الابيثيليوم بتاعه متقطع اكتر، مارازموس ولا كوا شركر؟ مرشوط كوا شركر. فاكيد يجي له انفكشن وده يعمل له مور اند مور اندكس.
انفكشن اكتب بين قوسين جاسترو انترايتس، اكتب جنبها جاسترو انترايتس. والجاسترو انترايتس دي اكيد هتعمل فوميتنج وهتعمل دايريه. يعني الفوميتنج والدايريه والانوركسيا اسبابهم الجاسترو انترايتس، لكن الانوركسيا بالذات بسبب ان مركز الشهيه مش شغال خالص. سؤالك يا بنتي، اصلا الطفل ده كل الابيثيليوم بتاعه متقطع من كفاكه صور الجلد، فده بيسهل جدا دخول الانفكشن. ده انتوا في سنه ثالثه في البكتيريولوجي، اول حاجه علموها لكم اسمها الفيرست بارير، الحاجز الاول ضد الانفكشن هو الابيثيليوم. وبالتالي الطفل ده اكتر حاجه متاثره فيه هي الابيثيليوم، فبسهوله يجي له انفكشن. في الجي اي تي الانفكشن يعمل انوركسيا ونوزيا وفوميتنج، بس يبقى الانفكشن بيعمل ايه؟ انوركسيا ونوزيا وفوميتنج. وعايز اقول كلمه فلسفيه مهمه جدا اهم من كل اللي فات. لو تصورتوا ان دي بكتيريا زعلانه وهي جايه تهاجم جسم الانسان وخايفه منه، فلو دخلت على طفل بوشركر اول حاجه تدخل تلاقي الفيرست بارير مفتوح، سكين فيشرز وكراكس والسوليشن بسبب نقص الزنك وفيتامين اي والامينو اسيدز، الجلد المتقطع، فتبتدي تبتسم ابتسامه نص نص كده حلوه قوي. لا تدخل تحت الجلد تلاقي ايديما، عند الايديما از جود ميديوم فور، لان الايديما فلويدز وزاوت اميون سيستم، فتفرح اكتر. بس هي قاعده جوه خايفه للاميون سيستم اسفاجوسايتس تيجي لها وترمي عليها توكسينز او ترمي عليها انتي بوديز البيتا سيلز، وقاعده مستنيه ساعه ساعتين يوم يومين تلاقي مفيش انتي بوديز جات لها ولا جات لها سيلز، فتفرح جدا. انصوب وشركر از هايلي لايبل فور انفكشن. يلا قولوا لي، عشان مفيش فيرست وعشان عندي ايديما which is good medium for وعندي ما عنديش immune response كويس. يبقى لما اسالك سؤال شفوي، اهم سؤال شفوي بقى تكتبه على جنب بدل الكتاب الاهبل ده، تقول لي كده white washerker is liable for infection، white washerker is liable for infection، وتكتب ثلاث كلمات defective first barrier، كلبي متقطع، ايديما good medium for infection، والثالثة ديفكتيف اميون ريسبونس. حد يقول لي كده كام كونستنت مانيفستيشن؟ ايه هما؟ ايديما والمنتال تشينجز والجروس فيلير والديستربد ماسل فات ريشيو. قولوا تاني، ايديما والمنتال والديستربد، ردوا عليا، مصر فات ريشيو و جروس فيت، واربعه فاريبل سكين وهير جي اي تي وليفر. يا جماعه سكين وهير مع بعض، سكين وهير سكين وهير سكين وهير، تحفظ كده جي اي تي وليفر، اثنين واثنين كده خلاص الكوشر. تحت الكلام ده تكتب لي عنوان كومبليكيشن، الفيتامين ديفيشنس دي كومبليكيشن. فبعد اذنك اكتب لي عنوان بقى كده، حط هنا عنوان كومبليكيشن، معلش اسمع كلامي. فوق كلمة فيتامين ديفيشنسي يحط عنوان كبير كومبليكيشن. لا لا لا، ثانية واحدة، هي نفس الكومبليكيشن بتاعت المرض ده، بس تفتكروا أشد ولا أخف؟ كتير. ليه؟ لأنه it's a more severe disease، it's a more serious disease than marasmus. marasmus هو أكل قليل. الكلام سببه إيه بعد إذنكم؟ حبايبي يا حلوين، الكلام سببه ايه؟ الناس الرجاية يا ابني كواشركر نفس الكومبليكيشن بتاعت المرازمس. اكتب كده نفس المرازمس، اوعى تذاكرهم من هنا. امال ايه اللي هتذاكره من هنا بس؟ الفيتامينز تفاصيلها ايه؟ بس كواشركر برشور، لانه في اكل فيتامينز مش موجوده غير في البروتين. حطيتوا عنوان كومبليكيشن تحت وتحتيه كلمه فيتامين ديفيشنسي، هتذاكر من هنا فيتامين ديفيشنسي وتنقل كومبليكيشن الكوشر. بصوا كده، حد يعرف المرض ده؟ ما تقلقوش، هو الهبل قوي قوي في المي. انا عارف انكم قرفانين من كده جدا، هو كتاب زباله وانا مش هقول اسماء، يعني بقول لهم واحد واحد كده الاسماء اللي مين كاتب ده. لا ما هو انا عارف بقى مين كاتب الحته دي ومين كاتب الحته دي، وعارف كل واحد ضعيف بايه.
فيعني بس يعني بقول لكم بيني وبينكم مش في المايك يعني. ناس فاشل يعني. المهم كفايه بقى خلوني امسك نفسي، انا ما بعرفش امسك نفسي اساسا. على فكره يا جماعه كل التعديلات اخطاء، يعني هم كل حاجه لعبوا فيها في كتابي اخطاء، وحطوا شويه الوان فوميتنج. حد يعرف يقول المرض ده ايه؟ حد عارف ده ايه؟ يا جماعه عنده ديرماتيتس ومرسوم كولون، يعني عنده دايريه وفي ديمنشيا. ده البلاجرا اللي هو ناقص انهي فيتامين؟ ده موجود فين؟ بي 3 موجود فين؟ بوشري؟ فاينل بي 3 موجود فين؟ في اكلنا. مينلي بروتين ونقص. مينلي بروتين ونقص، واضح ان احنا ما شاء الله الثقافه عاليه جدا في الحاجات دي. طب ربنا يستر. يبقى بي 3 خلص. تعالوا تعالوا استنوا 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 يلا حد يقول لي انهي فيتامين انهي فيتامين ديفيشنسي؟ وده من التانك يا جماعه بس كيرفي. نقص فيتامين ايه ده؟ سي. طبعا انتوا عارفين ده موجود فين؟ في السترس والفروتس. ماشي اوكي. طب مين يقول لي ده ايه؟ بارالايزد وهارت فيلير. ايوه بيري بيري ممتاز. فيتامين بي 1 اللي هو لو نقص بيحصل لي مشكلتين، كارديو مايوباسي ونيوروباسي. انا حاسس ان انا المفروض اشرح الاولى كلها من الاول. فيتامين بي 1 طبعا انتوا عارفين اسمه ثيامين ولا ايه؟ طيب فيتامين ايه لو نقص بيحصل ايه؟ بيحصل ابنورمال بروفريشن في السكن، ده اسمه ايه ده؟ كيراتوزس. وبيحصل في العين جفاف اسمه ايه ده؟ زيروزس. اي سلطه بلدي زيرو في سالميا جفاف العين، وممكن من جفاف العين الجلد بتاع العين يبقى خشن. حد عارف البيتون سبوتس؟ خدتوها في سنه رابعه، اللي هو يطلع كيراتين على الكونجكتيفا، وده مش طبيعي، بس ده من كتر ما العين ايه؟ فيها جفاف، ويحصل لي نايت بلايندنس. الكلام ده المفروض انا والله اول مره ان انا اترشح. انا دايما بقول لهم اقروا يا جماعه اقرا يا سعاده. فيتامين ايه كيراتو ماليشيا اللي هو تقرح القرنيه طبعا، وزيرو سالميا وبلايندنس وبيتون سبوتس. اكتب كده كيراتين على الكورنيه، على الكونجكتيفا، كيراتين على الكونجكتيفا. اللي مش عارف يعني ايه ديتوكس سبوتس، كيراتين اون ذا كونجكتيفا. ستوماتايتس بعد اذنكم يا جماعه صلحوها، هي اسمها انجلر ستوماتايتس. ستوماتايتس ايه؟ فنجس يعني؟ هي اسمها انجلر ستوماتايتس. مين يقول لي ده انهي فيتامين؟ انجلر ستوماتايتس يعني التهاب في البق من الجنب كده، فيتامين بي 2 اللي اسمه رايبوفلافين. مكتوب عندك رايبوفلافين، اكتب تحتيه بي 2. البيري بيري اتاكسيا وهارت فيلير، ده طبعا هو فيه فيتامين بي ايه؟ 1. فيتامين سي انتوا عارفينه، فيتامين كي بتاع البليدنج، فيتامين دي بتاع الريكتس، بس بيقول لك الريكتس ما بيحصلش، وهنعرف ايه تفاصيل دي في درس الريكتس اللي جاي حالا. النياسين اكتبوا عليه فيتامين بي بي كام؟ بي 3. وناقصه مرض اسمه بلاك. انتوا هتذاكروا الكومبليكيشن من هنا ولا من هناك؟ بس دي تفاصيل الايه؟ فيتامين ديفيشنس. دكتور معلش. هو ميه غالي. هو الكي ده مش بيطلع من البكتيريا ده؟ الايه؟ فيتامين كي مش من البكتيريا ده؟ لما يجي لها اكل فيه بروتين في الجي اي تي. مش هتعرف تقلقني على فكره. لا انا مش بهزر. طيب خليكم هنا. احنا كده خلصنا الفكره بتاعت ان الفاشوركر حاله خطيره جدا جدا، وعرفنا ان هو بيتعرض لكومبليكيشن. تعالوا نعمل له شويه انفستيجيشن. اول انفستيجيشن دايما بنسكرين فور انفكشن، نعمل سي بي سي نلاقي فيه ايه؟ انيميا طبعا، ونلاقي ممكن نلاقي ليكوسايتوزس لان فيه انفكشن ممكن، بس ما بتبقاش ليكوسايتوزس كفايه انها تحارب الميكروبات، يعني بيبقى فيه اميون ريسبونس بس بتبقى ضعيفه. الولد ده اهم حاجه عشان تشخصوه ان انا اقيس الالبوم اللي انتوا حافظين النورمال البوم من 3.5 ل 5.5 مش كده؟ جرام بر ديسي ليتر، الرقم ده حفظ، علم عليه حفظ. هنا بقى مش هيعلمك على رقم حفظ، خلي بالك.
فده هيكون اقل من 3.5. ليه يكون 3؟ يكون 2.5، دايما بيكون 2.5. وكل البروتينات في الدم بتلاقيها واقعه في الارض. انواع البروتينات في الدم كتيره، يعني الفا جلوبولين وبيتا جلوبولين وجاما جلوبولين لكن معظم الحاجات البروتينز بتبقى قليله، اللهم الا بس الجاما جلوبولين بتلاقيه نورمال يا هاي سنه صغيره من كتر ما الولد ده بيجيله انفكشن فعنده شويه انتي بودي. واحد بيقول لي طب ما هو عنده انتي بودي اهو، بقول لك it is not enough to fight infection. هي عاليه شويه بس مش الارتفاع اللي بيحصل لكم انتوا لما يحصل لنا انفكشن. وبالتالي برضو عنده كل البروتينز في البلاد قليله ما عدا حاجه واحده بس هي اللي عاليه، الجاما جلوبولين. سؤال، هل الولد ده عنده ووتر ريتينشن اور نوت؟ دكتور ما هو عنده الدوستيرون، والالدوستيرون احنا درسنا في الطب بيعمل سولت اند ريتينشن، وكمان عنده انتي ديوريتيك هرمون وده بيعمل بس ووتر ريتينشن. فلما انا اعمل ريتينشن لميه على الجسم اللي فيه الكترولايتس بعمل لها دايلوشن. يعني حضرتك عندك شوربه وعايز ابوظها لك، الشوربه دي دلقت عليها شويه ميه بقت خفيفه بقت دلع، and this is dilution. فبيحصل دايليوشن للمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم. بس يقول لك هنت صغيره كده، بص لي كده، انه الالدوستيرون بيزود الصوديوم جوه جسمك لانه بيحبس ايه؟ الصوديوم. مع ذلك تركيز الصوديوم بيفضل ايه؟ لان الميه اللي اتحبست كتير قوي. يقول لك اه ان جسمك بقى فيه ملح زياده بس الميه اكتر واكتر عشان الميه اتحبست اكتر واكتر. فيري سمبل يعني، حاجه بسيطه خالص قوي. فتقراها تستغرب قوي ان التوتال بودي صوديوم زياده، اه في صوديوم اتحبس لكن الصوديوم تركيزه قليل، اه دايليوشن من كتر ما الميه. وطبعا لو سالتك المغنيسيوم ليه قليل دايليوشن، البوتاسيوم ليه قليل دايليوشن، كل الالكترولايتس حصل لها ايه؟ دايليوشن. يبقى احنا عرفنا البروتينات قليله والالكترولايتس كلها حصل لها ايه؟ دايليوشن. ليه الجلوكوز قليل؟ انت بتستهبل، ده الولد ده اكله كله كربوهيدرات وما بياكلش خالص بروتين. انتوا صحيين بياكل ايه وما بياكلش خالص؟ ازاي واحد بياكل اكله كله كربوهيدرات يجي له هايبوجلايسيميا؟ ايه قول والله ما تخافش. بيشرب ايه؟ لايبو بروتين اللي بيشيل الليبر، هيودي الليبر عند الفات فهيحصل هايبوجلايسيميا في شعر الانسان. الله عليك يا سقا، والله نسيت الاسم سامحيني ده ما يصحش. خديجه بتقول يا جماعه انا لما باكل بيبقى السكر موجود في البلاط ساعه ساعتين وبعد كده بحتاج السكر اللي في الليبر. طفل الكواشركر ده مخزن في الليبر جلايكوجين، يعرف يطلعه؟ عمليه الجلايكوجينوليسيس محتاجه انزيمز كتيره تكسر، فهو ما بيعرفش يريليز الجلوكوز اللي ستورد في الليبر. ديفكتيف جلايكوجين ريليز، اكتب جنبها. ليه؟ لانه الانزيمز اللي بتخرج الجلايكوجين وهي بروتين ضعيفه، اكتب ديفكتيف جلايكوجين ريليز. يلا الانسولين في حاجه اسمها كريتيكال بروتينز، زي مثلا الانسولين، زي الباراثورمون، في حاجات ما ينفعش الجسم يتنزل عنها، وفي طرق معينه ازاي الجسم ما يتنزلش عن خلايا حاجه معينه. اه بس مش قوي، لانه الانزيمز بتاعت الجلوكونيوليسيس ما فيش فيها ريت ليميتنج انزيم بيتحكم في الرياكشن. ريت ليميتنج انزيم يعني انزيم يضعف، لكن الجلايكوجينوليسيس عمليه فيها انزيم بيضعف مع نقص البروتين. الرياكشنز في الحياه نوعين بس انتوا مش فاهمين ده. في رياكشنز فيها ريت ليميتنج انزيم. طب بصوا لي كده، لو انا عندي طريق ماشي على المحور والمحور فيه حته ضيقه، انت وانت ماشي على المحور هتبقى شايل هم ايه؟ الحته الضيقه دي لان هقف قبلها قد ايه؟ طب لو المحور ما فيش فيه ولا حته ضيقه وكله واسع من اوله لاخره مش هشيل هم. في رياكشنز في جسم الانسان الانزيمز كلها بلنتي ولو قلت كفايه، زي البليتلتس 450,000 لو نزلت 150,000 كفايه. وفي حاجات ربنا عملها لنا فيها ستينوزس في حتت، يعني الانزيم دي برانشر ما اعرفش تعرفوه ولا لا، ده اصلا ضعيف جدا جوه الليفر، احنا يا دوب عندنا دي برانشر على القد اللي هو بيفك الجلايكوجين. فلو الاكل بتاعي قل الدي برانشر ده يقل جدا، فمش كل الرياكشنز في جسمي هتوقفوا بخيالكم. تمام كده؟ الكوشركر مكتوب تحت ديفرنشال إديما، هتعمل اكس راي ماشي مفيش مشكله عشان لو كان جاله نيومونيا، بس مكتوب تحت ديفرنشال إديما. هو يقصد ديفرنشال دايجنوز، يعني لو جت إديما فحط دايجنوز.
ديفرنشال إديما دي حاجه تانية خالص. تعرفين يعني ايه ديفرنشال إديما؟ يعني رجل مره ورجل لا. فهو الراجل احول ونسي كلمه ديفرنشال دياجنوسيس اوف. يعني لو جالك طفل مورم ممكن يكون ايه تاني؟ لا حاجات كتير. ممكن يكون رينال وممكن يكون كاردياك وممكن يكون هيباتيك. بس انا هرجع للرسمه دي وكل واحد يشرح لي كده الهيباتيك اديما بتشتغل ازاي. يلا مين يقول يا جماعه الميكانيزم في هيباتيك اديما؟ increase the production of album. يعني نقص اونكوتيك ولا زياده هيدروستاتيك؟ نقص. طب النيفروتيك سندروم اللي بيوقع الالبوم الميكانيزم بتاعها ايه؟ ما برضه نقص الانكوتيك لانها بتوقع الالبوم. طب الهارت فيلير الهارت يا جماعه واقف هنا مش قادر يسحب الايه؟ البلاد. ما هو شغال بامب بيسحب فساب البلاد في الفين، ساب البلاد هنا، قعد البلاد هنا، فالهيدروستاتيك زاد. اذا فكره الايديما هي كفتين ميزان، كفه هيدروستاتيك وكفه انكوتيك، مين فيهم يكسب مين؟ لو الانكوتيك ضعف ايديما ولو الهيدروستاتيك زاد ايديما. في حاجه كمان بتعمل ايديما مردود ان الفتحات دي تزيد. إيه؟ لا 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 اهدى بس عليا. في الناس اللي بيجي لها حساسيه الفينستريشن بتاعت الكابيلاريز بتوسع والميه اللي بتخرج بتبقى كتيره جدا. مهما كان معاك سفنجه ومالت لك الاوضه ميه 20 متر ميه هتقول لي السفنجه دي تعمل ايه في الميه؟ ما تقدرش. وبالتالي في حاجه اسمها increased capillary permeability. مين يقول لي 3 ميكانيزمز في الايديما في العالم ما لهمش؟ رابع. الاولى زياده الهايدروستاتيك لايك هارت فيلير. الثانيه decreased الانكوتيك زي الكواشارك والليفر سيل فيلير والرينال فيلير. والاخيره increased capillary permeability. ذا بيزكس فور لايف. دي بيزكس تعيش بيها طول عمرك. في هذا الجدول انا عايز العمود الاولاني الاسباب بس. ما تبصش على الجدول خالص يا دوب هو فين. لكن انا عايز تعرف بس نيفروتيك ولا نيوتريشنال ولا هيباتيك ولا كاردياك ولا الرجيك بس. يعني ما تكتبش جدول في الامتحان، تكتب اذر كوز قديمه اسماء بس، اسماء بس. واشطب على كلمه سكين ديزيزز واشطب على اذر كوز اوف بي اي ام. اشطب لما اقول اشطب اشطب. ايه يا بنتي؟ هو انت بتتكلمي نفسك اكيد انا الصوت مش واصل لي. ها؟ دي مش لينفينيما. لينفاتيك ايديما دي حاجه ثانيه، احنا بنتكلم في البيتنج، احنا درس النهارده بيتنج ايديما، ده درس ثاني خالص اسمه نون بيتنج ايديما، انا بتكلم النهارده في البيتنج ايديما، اسبابهم كذا 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 كذا. طيب احنا كده خلصنا الكواشركر والمرازمس بس فاضل حاجه مهمه قوي. سيب الكتاب وبص عندي. في فرق جامد جدا بين المرازمس اللي بيجي بالتدريج لانه مجرد نقص في الكالوريز والطفل بيخس، وبين الكواشركر اللي هو فيري سيريس فورم اوف سيفير بروتين ديفيشنسي. ده نقص في الكالوريز وده نقص في البروتين. اللي مش فاهم دي يبقى مش هينفع تكمل السنه. المرازمس بياخد وقت طويل عشان يحصل، لكن الكواشركر ده ممكن يحصل بعد الولاده باسبوع. ها الطفل قاعد يحضر نفسه ثلاث شهور ما بياكلش ما بيرضعش وبياكل كربوهيدرات، بس بعد الولاده على طول ورم، فالمال نيوتريشن يظهر فجاه، لكن الاندر نيوتريشن بياخد وقت عما الانسان يخس. اسباب المرازمس كلكم عارفين ان انا نقصت اللبن بتاعي بقى سكانتي بريست ميلك، او غير ان سكانتي بريست ميلك عامل اوفر دايلوتد فورم. لكن اسباب الكواشركر لازم تحط لي كلمه ويننج. اتس ا ويننج بروسس، ان انا فطمت الطفل على هاي كربوهيدرات دايت لو ان بروتين. صح؟ وبالتالي اهم كلمه تقولها لي كده ان انا فطمت الطفل على هاي كربوهيدرات دايت لو ان بروتين. تحط بقى معاه ماتيرنال ديبريفيشن مفيش مشكله، جاله انفكشن مفيش مشكله، ما ده بيجيله انفكشن وده بيجيله انفكشن. واضح؟ كلير؟ طيب. كمل بس السلايد وبعدين نتكلم. المرازمس عشان ما عندوش بروتين كفايه فالعضلات بتاعته ماسل ويستنج، وده اللي عرفناه بالميد ارم سيركمفرنس. وعشان ما فيش فات ولا كربوهيدرات فعنده لوس اوف سبكوتينيوس فات. وحقيقه بيبقى واضح جدا ان عنده جروس ايه؟ فيلير. والجروس فيلير ده كام درجه؟ ثلاث درجات. تحت كام؟
15 تحت 25 تحت 35. بس اخر حاجه في الكلينيكال بيكتشر هم اربع حاجات، ان الولد ده عنده irritability وستيريك وامتشس اند فيري جود ابيتايت، يبقى دول الاربع كلمات بتوع الكلينيكال بيكتشر. ماسل ويستنج، فات لوس بثلاث درجات، والجروس فيليا بثلاث مراحل، والirritability في النص. واضح؟ ده عكس الكواشورتر، لان الكواشورتر مش كده، الكواشورتر كده بياخد بروتين قليل جدا. شايف الفرق بين البروتين هنا والبروتين هنا؟ وعشان البروتين هنا قليل جدا ده اسمه مال نيوتريشن، بيخلي الحاله سيئه جدا. فيرست اوف اول هتحصل الايديم عشان البروتين القليل، اضف الى ان البروتين القليل هيوقع المسلز، خلي المسلز ايه؟ ماسل ويست. لكن في نفس الوقت الكربوهيدرات الكتير رفعت ايه؟ الفات. عكس هنا الاثنين واقعين، فبقى ديستربد ماسل فات ريشيو، وده اللي بيخلي الجروس فيلير ماسكت ما يبقاش باين. والجروس فيلير از ماسكت بحاجتين عيو، مين هما؟ الفات والاديما. اخر حاجه في الكونستنت بيكتشر عشان يبقى جمعناهم، ادا واحد اثنين ثلاثه اربعه، ابسي ولوس اوف انترست وميزرابل، واضح جدا جدا. يبقى دول الكونستنت اوف كوشورتر، وده كده المارازموس. السلايد دي لوحدها تحفظك، ما تنساش انك في الاخر، في الاخر يعني في الاثنين، انا الاول ما تنساش عندي شويه فاريبل هنا، سكين وهير جي اي تي وليفر، الاربعه الفاريبل. في الاثنين هحط كومبليكيشن واحد، فيتامين ديفيشنسي واشرح اللي ربنا يكرمني يعني وافتكره، مينرال ونقصد بيهم الايرن، ريكرنت بقى انفكشن سواء جاسترو انترايتس ولا تشيست انفكشن، هيجي لهم دايريه ودي هتجيب ديهايدريشن ودي هتجيب شوك نفر. ادي كل الموضوع تمام؟ يبقى بدل ما تقعد تذاكر الهبل اللي عندك ده، السلايد دي لوحدها كفايه، تفضل تبص فيها كده وتعملها سكرين عندك. في فرق بين انك تالف وتكلف. فمتلف الكتاب عامل مهازل، ما ينفعش نسميه متلف مؤلف، نسميه متلف. السلايد اللي قبلها بالمره يلا، وانتوا بتصوروا كده يبقى كده المراز مصر والكوشاركه كلهم على بعض، مش احسن من كده. شطرتوا على الجدول اللي فوق، انا عايز بس منه الاسماء، محدش يقعد يعقد نفسه. الجدول كله ملوش قيمه خالص، حشو على الفاضي. زي ما احنا مكملين، انزل تحت تلاقي مكتوب حاجه اسمها مارازم الكوشرتر. يعني ايه مارازم الكوشرتر؟ اكتب عليه شفوي، ما يجيش نظري خالص وملوش قيمه وغير هام. يعني ايه مرازم الكوشيركر؟ تتوقعوا ايه؟ ما انا شرحته. كان كوشيركر وظهر عليه احد اعراض المرازمس، او كان مرازمس وظهر عليه احد اعراض الكوشيركر. في حد دكتور قاعد هنا؟ اي حد فيكم يكون دكتور بجد بيقول لي في حاجه مش مقنعه. كان مرازمس وبدا يظهر عليه اديمه. اه ده عادي، ام لقت ابنها او الجده، ايه يا ست ده؟ ده خاسس، ده جلد على العظم، هاتيه ان شاء الله معنك ربيتي، ما ترضعيش، اللبن بتاعك بايظ. واللي وراحت عامله له شويه رز بميه، رز بميه، فبدا يجي له ايه؟ كوشركر. كوشركر. فايديه ورمت ورجليه ورمت، بس من هنا كله عضل. اه بيحصل عادي خالص. تلاقي الطفل ترانك كده عضل وايديه ورجليه مرمين. اجيب لكم الصوره كمان عشان تصدقوا. مش ده طبعا. ولا ده يا ساتر يا ده. بصوا من هنا يمشي بارازمس، مفيش دهون خالص اهو، ومن هنا مورم يمشي كوشركر. بس هل ينفع كوشركر يقلب مارازمس؟ هو مكتوب كده يا دكتور، مكتوب اجيب طفل كوشركر وبدل ما انا بديله لو بروتين دايت اديله لو كالوريك دايت ايه؟ فيخس بقى يفقد دهونه. عايز حد يعترض؟ هو مش هيعيش لغايه ما يحصل له الكلام ده. اوعى تكون فاكر ان الكوشركر يتحمل ان انا اقلله الكالوريز في اكله واصومه واجوعه عشان يخس واعمله دايت، هيموت. الكوشركر اصلا فين؟ الكوشركر ده لو اتساب كوشركر اسبوعين ثلاثه هيموت.
العيال دي كده ما تعيش، مفيش طفل ده هيخش له انفكشن من كل حته في جسمه وهيتوفى. فاللي مكتوب ده ما بيحصلش على ارض الواقع، والله ما بيحصل. هو اللي يحصل بس ان طفل مارازموس الجد والجده ياكلوا رز كتير فيورم، يعني يدوا له هاي كربوهيدرات دايت بس ده اللي بيحصل. ما ينفعش العكس، ما ينفعش العكس تسلمين. يبقى الكوشوركر مش هيعيش لغايه ما يبقى مارازم الكوشوركر، لكن المارازموس ممكن يجي له مارازم الكوشوركر. اقرا كوشوركر بيشنت وعملت له كربوهيدرات ريستريكشن او مارازموس وانا عرفته بكربوهيدرات دايت، ودي بتحصل بجد، دي فعلا بتحصل. الكلينيكال بيكتشر طفل هيبقى عنده حاجتين، ويستنج وايديما. ويستنج على الترنك وايديما في الايد والرجل. الراجل ظريف جدا قال لك ايه، هيبقى عنده ايديما ولوسو سبكوتينيس فيت، او هيبقى عنده لوسو سبكوتينيس فيت وايديما. انا في حياتي ما شفتش كده، انا في حياتي ما شفتش حول بالشكل ده. انا باذن اول ما فوق بس مش يعني هعمل فضيحه في مجلس الاسم، لان دي فضيحه. انت بتقول لي هيبقى عنده ويستنج وايديما، او يبقى عنده ايديما ويستنج، اشطب على سطر منه. هو هيبقى مورم وعنده ايديما ويستنج بس وخلاص، ماليش فدعوه بقى ايه اللي فيهم بدا الاول. السطرين زي بعض، اشطب على سطر فيه. السطرين حاجه واحده، السطرين طفل عنده ايديما في ايديه ورجليه وويستنج، السطرين لهم نفس المعنى. السطرين حاجه واحده. ضغطكم علينا عادي. المصريين بقى اكتب على السطر اللي جاي ده، المصريين شفوي غير هام، هقوله بسرعه ملوش قيمه. مصريين، مين اطول من والده ووالدته؟ اطول من والدته. لا اطول من والدتك ده مصريين. مين اطول من والده ووالدته؟ انا واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسة، ده كتير، ده كتير جدا. لأنه زمان كان النيوتريشن مش أدكت قوي، بس ما يجيبش مارازموس وكوشركر. الناس كانت مستورة. يعني إيه مستورة ده؟ يعني المارازموس بياكل كده النورمال مثلا كده، المارازموس بياكل قليل قوي. لا، الأطفال زمان كانوا بياكلوا وسط، not enough to be مارازموس، وأكيد مش هيجي له كوشركر. فيعيش الطفل على هذا الوضع خمس ست سنين، بس بدل ما بيطول 5 سم في السنة بيطول 4 أو 3. فكل سنة بيفقد له سم، 2 سم، 3 سم. يجي على الفاينل هايت بتاعه تلاقيه راح منه 10 سم. فيبقى شورت بسبب بس فترة طويلة جدا جدا من فيري مايلد مال نيوتريشن. الإنسان ده جيناته من جوه بتقول 180، بس هو طوله الحقيقي الجيل بتاع السبعينات معظمه مر بالتجربة دي. يتجوز ويخلف. ودلوقتي مفيش اكتر من الاكل، انت حياتك كلها اكل من صغرك، تاكل وتلعب. فظهرت الجينات بتاعت الاب والام الحقيقيه في اولادهم، فبداوا يدرسوا الموضوع، اكتشفوا ان ده اسمه نيوتريشنال دوافيزم، انه انت قصير بسبب سوء التغذيه لكن جيناتك الحقيقيه اطول من كده. يعني انا عندي مال نيوتريشن نوت انف فور مارازموس، نوت انف فور كوشركر، فعملت لي حاجه اسمها جراديوال لوس اوف هايت، فقدت سنتي كل سنة، سنتي كل سنة. وانا اكتشفه ازاي ده؟ صعب جدا نكتشفه. تقرا مايلد تو مودريت فورم اوف كورونيك اندر نيوتريشن، شورت، ممكن يكون وزنه قليل بس عمره ما هيجي له ويستنج. يا ريت كان جاله ويستنج هو طفل، يا ريت كان جاله قديمة، كنا اكتشفنا ان في خلل في التغذيه وصلحناه، لكن هو فضل كده طول عمره، قعد كده خمس ست سنين، 10 سنين كل سنه بيروح سنتي، يقوم في الاخر يروح منه 10 سم. دوارفيزم يعني قزم، يعني بسرعه. وبقى وزنه قليل شويه، مش شرط على فكره ان كل حد في الدنيا اطول من والده ووالدته، دي مشكله خالص يعني، عشان حد يفهمني غلط. بريفنشن الحته الوحيده اللي ممكن تيجي نظري، بريفنشن اند تريتمنت ريتن ومش مهم. الوقايه والعلاج، ده كلام كوميونتي انا مش هضيع وقتكم فيه. ازاي احمي نفسي من المارازموس والكوشركر؟ ده دور الدولة، مش دورك أنت. الحتة دي تأليف. واحدة هتتجوز وهتخلف وعايز ابنها يبقى كويس ما يجيلوش مرض السكر، أنت كرئيس للدولة بتعمل إيه؟ تخيل نفسك رئيس للدولة وعايز الأطفال يطلعوا صحتهم كويسة. تزود الدعم. بس أنت كلام فاضي، الدعم ده أكبر كسر.
الدعم ده اللي يخليك تفضل قاعد في مكانك استجنت ما تعملش اي حاجه في حياتك. الاول هنحسن المجتمع ككل. السطر الاولاني ده ان انا عايز اغير المجتمع سوشيو ايكونوميك كونديشنز بتاعت المجتمع، اخلي المجتمع كله غني ومرتاح ومتعلم، ده سطر للمجتمع كله. يبقى جنب السطر الاولاني اكتب المجتمع. سانيتيشن الانفايرمنت بتاع المجتمع كله، وسبلاي لاكل المجتمع كله، وبريفنشن كل انفكشن للمجتمع ككل. وبعدين امسك الست دي بقى واحده واحده، خدها خطوه خطوه. تفتكروا اول خطوه للمتابعه وهي بريجننت، يبقى انت نيتال كير تاخد رقم واحد، هي عندك رقم 80. السرير كان ضيق هو بيكتب، كان السرير ضيق وهو بيكتب بروبر انتينيتال كير دي رقم واحد. طب بعد الولاده اعلمها ايه؟ بعد الولاده مباشره علمته لكم، يبقى رقم اثنين تطلع فوق، تبقى هي بريست فيدنج اديوكيشن. يلا مين يحط لي رقم ثلاثه بعد البريست فيدنج على طول؟ بروبر ويننج اللي هي عندك موجوده عند حضرتك رقم كام؟ لا رقم أربعة اللي هي نيوتريشنال إديوكيشن. طيب عايز أعلمها ازاي تربي الولد بقى كويس في بقية حياته بعد الفطام، يبقى هيلث إديوكيشن. نقول تاني، هحسن المجتمع ككل بقابل. الحاجة التانية هاخدها من الأنتينيتال رقم واحد، أنتينيتال كير كويسة، ثم أعلمها ترضع كويس وتفطم كويس وتربي ابنها كويس تعمل جود هيلث. خلصنا ده؟ انت دورك ايه بقى في الوحده الصحيه كدكتور؟ بتقيس الوزن والطول وتتاكد ان الولد ماشي على الجروس كيرف اللي هي اللي بعد كده تبقى رقمها اللي هي ريجولار اسسمنت اوف ذا تشايلد جروس. ده دوري كدكتور. الثلاثه اللي تحت بعض دول دورك كدكتور. وبعد كده اشوف الولد بيظهر عليه علامات مال نيوتريشن ولا لا. ولو جاله انفكشن عالجه، لان الانفكشن بيعمل فيشيس سيركل فاكرينها، بيزود البوشر كروموزوم. يلا نقول الستوري تاني. هحسن المجتمع كسوشيو ايكونوميك ونيوتريشن ككل. امسك بقى الست دي وهي ايه؟ اعمل لها جود انتي نيتال كير، وبقى اول ما تولد اعمل لها بريست فيدنج، وبعدين بروبر ويننج ونيوتريشن، وبعدين يا رب ابنها هيلث اديوكيشن. انا دوري كدكتور في الوحده الصحيه اتابع الشايلد جروس واكتشف اي علامات مال نيوتريشن واعالج اي انفكشن. ده البريفنشن. لكن للاسف كان ده كمان مخطوط زي السلطه بالظبط كده، ايه الطماطم على الخيار على كذا. ايه اللي بيحصل؟ تعبتوا؟ اه على فكره شابتر نيوتريشن من الشباتر الهادي، هم بس خلوه سخيف بسبب الكتاب، لكن هو شابتر هادي جدا يعني. طب ممكن بليز 10 مينتس ماكسيموم؟ عمل النهارده دكتور، هو اكتب على الكوشكر قبل ما تقوم، عملي وشكله مش نظري خالص. الحته الوحيده اللي مره جت نظري بريفنشن اند تريتمنت اوف مال نيوتريشن ريت. يلا قوم.